أهلا بكم من جديد. تشهد مدن فرنسية اضطرابات في عدة قطاعات ومظاهرات يتوقع أن تكون حاشدة رفضا لقانون إصلاح نظام التقاعد. وأشارت مصادر إعلامية إلى إغلاق نقابيين الطرق المؤدية إلى مطار شارل دي غول شمال باريس. ويرفض معارضوه رفع سن التقاعد هذه الخطوة وواصفين إياها بالظالمة، ولا سيما بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقة. وينضم إلينا من باريس الصحفي محمد بارودي. مرحبا بك محمد، إلى أين وصلت الحكاية في شوارع باريس؟ يعني للأسف لم يكن هناك يعني في الحسبان ما وصلت إليه، خصوصا اليوم نتحدث من بعد الاعتصام الذي جرى في ساحة الباستيل في باريس، والحديث الأخير لتجمع النقابات هذا أعطى يعني نوع من الزخم الكبير للاحتجاجات، ويعني يشي بأن الأمور لن تتوقف هنا، خصوصا بأننا الآن لا نتحدث فقط بأن الأمر يتعلق بقانون التقاعد، بل أصبح يعني شبه ثأر شخصي مع شخصية الرئيس. اليوم كل المتظاهرين كانوا يصفون الظهور الأخير للرئيس تلفزيونيا بأنه عنجهي، بأنه لم يلبي أي تطلع وأي شيء، لم يفهمهم، هكذا قالوا، أنت لم تفهمنا، أنت تغرد يعني في مكان آخر. فبالتالي الرئيس لم يكن موفقا في ظهوره الأخير، وتعامل يبدو بتعالي مع هذه المطالب، ما سبب بأن 200 مدينة وبلدية الآن 200 بلدية شاركوا في هذه الاحتجاجات ويتوعدون بأنهم مستمرون. اليوم كانت الأوضاع فيها يعني شلل شبه تام في كثير من القطاعات، ويعيدون أيضا بأنها ستستمر إذا لم يكن هناك إنصاف لهم بهذا الموضوع. إذن سوف يستمر الوضع على ما هو عليه. كنت أريد أن أسألك يعني إلى أين ستنتهي الأمور، أو يعني ماذا يتوقع الساسة في فرنسا أو حتى الصحافة، يعني ماذا بعد هذه الاحتجاجات؟ هل ستستمر حتى تحقيق المطالب؟ يعني هي ليست مطالب بمعنى مطالب، ولكن الأمر هو أصبح عناد ما بين رئيس جمهورية فرض تمرير هذا المشروع وهذا الاقتراح في البرلمان مستخدما مادة دستورية كما يسمونها، يعني أبغض القانون هنا في فرنسا 49.3، هي أنه يفرض ولا يأبه لأحد، علما بأن الرئيس ليس لديه الأغلبية. اليوم الأغلبية في البرلمان الفرنسي إما أن تكون مع مارين لوبان في أقصى اليمين أو في أقصى الشمال اليسار مع ميلشون. فبالتالي الرئيس في منطقة الوسط، وهو يبدو بأنه يضحي برئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ويضحي بهذه الوزارة لأن أكثر ما يمكن له أن يفعل البرلمان الآن هو يقول لا تتظاهروا، لا نريد خراب، لا نريد عنف. ولكن ماذا يفعل البرلمان الذي استخدمت معه هذه المادة القانونية والدستورية؟ أقصى ما يمكنه أن يفعل هو سحب الثقة من هذه الحكومة، ويبدو بأن إيمانويل ماكرون كالعادة يضحي في رئيسة الوزراء وفي الحكومة. ولا ننسى بأنه في الولاية الثانية والأخيرة له، يعني الآن إيمانويل ماكرون ربما لديه أجندة ينفذها ليس أبها بأحد، لأنه ربح ما لديه من الربح. واليوم الأوساط في فرنسا، يعني لو قلنا صغار الكسبة صغار العاملين، يتهمون هذا الرئيس بأنه يعني يحابي ويصدر هذه القرارات وهذه المشروعات لإرضاء الرأسمالية ولإرضاء الأغنياء في فرنسا، ليبقوا لديهم عاملين حتى عمر 64. فبالتالي الأمر معقد الآن، وليس هناك حلول في الأفق إلا إذا كان ضحى إيمانويل ماكرون بهذه الحكومة
أو أنه ذهب إلى المجلس الدستوري، المجلس الدستوري وهو الحياد يعني، وهذا ربما نصل إلى استفتاء من الشعب، ولكن أي استفتاء سيربح إيمانويل ماكرون إذا كان الشعب اليوم 70% رافض؟ يعني الأمور واضحة ولا تحتاج إلى ذلك. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا صحفي محمد بارودي من العاصمة الفرنسية باريس. شكر موصول أيضا لكل من كان معنا لحلقة اليوم، رمضان كريم، إلى اللقاء.